أخبر الطباخ ألا يطبخ البيض على نفس المكان الذي يطبخ عليه الخنزير. فسألته لما؟ فقال لأنني مسلم. تقول فتغير لوني وبدأت النار تشتعل في جسمي حقد وكره لأولئك الناس، لكنني تملكت أعصابي. تقول فلما قدمت له ما يريد من طلب سألته أنتم الذين تتزوجون 4 نساء؟ يعني بأسلوب احتقار، هل هذا الرجل أنت تتزوج 4 نساء؟ فقال لا لا أنا ما تزوج 4 نساء. ولم يقل ليس في ديننا، لكنه قال لا. فقالت له بلى أنا تعلمت هذا أنكم المسلمون الواحد منكم يتزوج 4 نساء. فقال لها ديننا يقول إذا لم يعدل الإنسان يكفي بواحدة. فقلت له لا لا لا، بل قالوا لي أنكم تتزوجون 4 ولا تبالون بنسائكم ونسائكم ليست لهن حرية ولا يلبسن اللباس الذي يريدنه ولا يفعلن ما يريدن.